فنانة بأناملها أبدعت، وأخرى بخيالها نحتت، وصغيرة بإبداعها الكبير رسمت، وحضارات اجتمعت فتنوعت بها الذائقة الفنية، ملتقى الحضارات نحو رؤية ملهمة. ملتقى الحضارات هي مجموعة فنية نسائية بدأت بخمس فنانات من خمس دول، ثم كبرت المجموعة، بدأت في 2015 وكبرت المجموعة إلى الآن صارت 51 فنانة من 31 دولة، من دول عربية، من السعودية ومن دول حول العالم. فجمعنا رسالة اللي هي التعايش، التمازج بين الحضارات والثقافات، وجمعنا الفن لأنه رسالة، هو الرسالة ولغة ما تحتاج إلى ترجمة. لوحات جمالية ومنحوتات إبداعية وغيرها من الفنون المختلفة تجعل هذا الملتقى نافذة مشرقة نحو مستقبل مشرق. تجربتي جدا رائعة لأنه علمتني وأكسبتني خبرات متعددة متنوعة، ثقافات من جميع بلدان العالم سواء العربية أو الأجنبية. فهذا المزج والدمج كون طابع جميل بحيث أنك تكتسب خبرات كثيرة من كل فنانة. الفن رسالة صامتة، لكن الصمت لا يلبث طويلاً بل يدلو بدلوه بإبداع. عرفت عن مجموعة من خلال بحثي عن الإنترنت، كنت أبحث عن مكان يكون في مجال عرض أعمالي ولإبداعي. أنا فنانة نحت وأنحت خيول بخامات متعددة، فكان هذا المكان هو المكان المقصود بالنسبة لي لأعرض فيه إبداعاتي وإني أتشارك مع الفنانات الأخريات في بالأعمال والإبداع، وأيضا لإقامة ورش عمل في هذا المكان. ملتقى الحضارات يهتم بالذائقة الفنية أو الذائقة الجمالية، ويهتم أيضا بتنمية المواهب الشبابية تأكيدا لرؤية 2030. أيضا من رسالة ملتقى الحضارات هي تشكيل لغة حوار مفاهيمية فلسفية تأكيدا للتعايش والتناغم بين الحضارات. هذا التجمع الثقافي من داخل المملكة وخارجها يسهم في نهضة المحتوى الإبداعي الفني في المملكة. لقناة الإخبارية خالد التميمي، الرياض.